دائره مختصه في حكومه هي المختصه في حكومه شارجه بالقيام باعمال الملتقى الاسري. الملتقى الاسري لابناء المحظونين لحالات الطلاق. وهي تكون الملتقى اساس في تحويل الحالات من عن طريق المحاكم الشرعيه برؤيه الابناء. الرؤيه تقوم في داخل المؤسسه بغرف مخصصه للرؤيه على حسب ما يطلبه القاضي، او تكون رؤيه خارجيه باستلام تسليم الابناء لاحد الوالدين ورفع التقارير المختصه للمحكمه المختصه. التعامل مع حالات الرؤيه تكون بسريه عن طريق موظف مختص خاص بالعمل. اما تنفيذ الرؤيه، في تنفيذ الرؤيه تقوم باعمال المناوبات بين الموظفين في تنفيذ الرؤيه. اما في حالات المشاكل، اذا وجدت مشاكل في حالات الرؤيه بالطلاق، تقوم الاخصائيه المختصه بالتواصل معهم حل المشكله. الرؤيه الداخليه تقوم بالفرع تقوم بساعات النهار، ولا تكون طويله ساعات، تقريبا من 3 ساعات إلى 4 ساعات. أما إذا في الساعات الطويلة وفي المبيت تكون حالات خارجية، مبيت أحد الوالدين صاحب الرؤية يأخذ الأبناء ويرجع الأبناء في الساعة المعينة لهم بالرجوع. القاضي حكم، إحنا نعتمد على حكم القاضي، حكم القاضي وأحكام القاضي ما تسوي استرجاع الأبناء في ساعات متأخرة، تكون بساعات معينة على 9 ليلا هي الوقت اللي إذا كان داخليا. بعض الحالات فيها مبيت استلام الأطفال ورجوعهم في اليوم التالي. الرؤية تكون الأساس، هدفها رؤية طرف الأب ولا الأم الخاص بالرؤية، بس الدائرة تهيئ لهم الجو، لأن أغلبهم يكونون أطفال، تهيئ لهم الجو من ألعاب من أشياء ترفيهية للطفل خلال فترة تواجده بالدائرة. التنسيق الداخلي بين أفرع الدائرة الخدمة الاجتماعية وإداراتها المختلفة تنسيق وثيق. التنسيق في المشاركات وفي الحالات، وتوجد اجتماعات دورية بين الأفرع وبين الإدارات المختصة للبحث في أوجه التعاون بين الإدارة والأفرع. احنا تقريبا تنسيقنا من الأفرع نشارك مع، خاصة الأفرع القديمة نشارك معهم بالأنشطة، أغلبها يعني بالأنشطة، مثلا في الاحتفالات الكبيرة نشارك فيهم، تكون في احتفال واحد لجميع الأفرع. سيرين إذا تبين سيرين عن المشاركات مع الدوائر، بذكركم مثلا احنا شاركنا مع ضواحي، مع دائرة الضواحي والقرى مثلا قبل فترة شاركنا. الدوائر لها شراكات مختلفة مع الدوائر، من بينها دائرة الضواحي والقرى، شاركت الدائرة بمهرجان ضواحي 1 وضواحي 2 وأخيرا ضواحي 3 في مدينة كلباء، ومشاركة بافتتاح ركن وقام بعض الفعاليات بمسرح الحديقة. عندنا مشاركات مع مراكز التنمية الأسرية، بعض الأنشطة، القيام ببعض المخيمات لكبار السن والمنتسبين لدينا، مخيمات تكون بمزارع، وغيرها من دوائر أخرى.
موجود شراكات وتعاون مع المؤسسات المجتمعية جميعها في مدينة خرفكان في بإمارة سعدية بشكل عام. تنسيق مع المؤسسات بتكون عدة نواحي، أولها في تنسيق إذا في وجدت حالات تحول عن طريق الجهات المعنية، أو المشاركة معهم في الأنشطة والفعاليات التي تقام بالمدينة والإقامة بالمعارض المختلفة بالمدينة. في كل إدارة تحصل بعض المشاكل وبعض، لكن التعامل معها تكون بالتعامل الإيجابي بمعرفة سبب المشكلة وأسبابها، والتعامل معها بإيجاد حلول معها بالجلوس مع الموظفين ومعرفة الطرق للخروج من الأزمة والمشكلة التي تطرأ على الإدارة. وجود الصعاب والمشاكل في كل عمل، لكن الحمد لله تعودنا من بدأنا، وخاصة الحمد لله بدعم الحاكم حفظه الله والحكومة بتسهيل كل الصعاب الحمد لله، ونقدر التعامل معها بالوجه المطلوب. بس الحمد لله ما لا توجد صعاب الحمد لله لم نتجاوزها الحمد لله. يعني وظيفة المسؤول الإداري في أي إدارة، المسؤول هو الإشراف على جميع الخدمات التي تقدم لدى الدائرة. تقريبا العمل في عمل روتيني يومي، المراسلات والمخاطبات، وفي عمل إشرافي لدى الأقسام وعمل اجتماعات الداخلية من غير الاجتماعات الخارجية مع الدائرة الرئيسية مع المقر الرئيسي. إشراف عام على جميع الخدمات وعلى جميع الأشياء الإدارية، الإجراءات الإدارية بالإدارة.